نرجع للكوره، مين ملك النص؟ ايه؟ مين ملك النص في تاريخ الكوره؟ في لا في تاريخ الكوره؟ لا لا في اللي انت شفته، اللقب ده اتقال لمين؟ ملك النص اتقال لمين؟ اه ما هو اتقال لرفعت الفناجيلي. اه ها؟ اه وبعد كده؟ وبعد كده اتقال لمين؟ اونسيس فاروق. لا فاروق، اه فاروق جعفر. اه طب لما يكون ملك النص فاروق جعفر شايف ان في الجيل الحالي في واحد هو الوسطى وملك النص، يطلع مين؟ نشوف. دايما ليك جمله شهيره، اسطى نص الملعب. يعني هل حمدي فتحي كان هو النهارده اسطى نص الملعب ولا كان السوليه هو اسطى نص الملعب؟ اه لسه هقول لك، ولا السوليه؟ السوليه النهارده هو عامل شغلتين في الملعب بشكل كويس، قائد للفرقه، بيدي كل اللعيبه، بينظم، بيكلم مع اللعيبه، هذه بياخد التعليمات من بره، فانت عندك قائد موجود في الملعب. بجانب اداؤه، هو اداؤه والنهارده يبقى حاجه كويسه جدا لعمرو السوليه، لما راح يشوط ضربه الجزاء، ضربه الجزاء دي عباره عن سرعه وارتفاع. مهما كانت قدرات حارس المرمى، والنهارده اكبر حاجه تعبر لك ان السرعه وقوه الكوره وارتفاعها، الحارس راح معاها تمام، لكن ما عرفش يظبط طبعا لانها سريعه وقويه. انها برضو عمرو السوليه بجانب سيطرته على الحقيقه كان ليه دور كبير في نص، كان برضو يا كابتن في الاوقات اللي بقى منتخب مصر يعني مش قادر في الشوط الاولاني قدام منتخب، كان بيستلم ويتقدم ويشوط كتير، يعني كان بيدي ثقه للعيبه بتاعته انه كان حريص انه يسدد بره واثنين وثلاثه. خبره طبعا عمرو السوليه، خبره من عمرو السوليه. طبعا اهو المثل ده لوحده من اهم ازمات التعارض بين مصلحه المنتخب ومصلحه ممثل مصر في كأس العالم للأندية، والتي يقف الاتحاد المصري وممثلي مصر في الاتحادين الدولي والإفريقي موقف المتفرج دون محاولة. يعني أنت متخيل أي مصر تتحرم من السولية أو الأهلي يتحرم من السولية، هو ده عدل لحد منهم؟ مش مفيش عدل. يعني دي حالة صريحة أستاذ إبراهيم للحالة اللي انت لازم تبقى شايل همها، تبقى مهموم بيها كمسؤول عن الكره المصريه. صحيح. عمرو السوليه ما شاء الله وصل لمرحله نضج عاليه جدا، يعني الاسيست اللي عمله في الجون التاريخي في مباراه الاهلي والزمالك مش من فراغ. لما اثنين من الموهوبين يشيدوا بيه الى هذا الحد، كابتن وليد صلاح الدين والكابتن سامي الشيشيني، يبقى نسمعه. قبل ما نطلع السوبر ستار تتوقعوا مين؟ بص في ناس كتير، بس انا هاخد السوليه. لا سؤالك كويس قوي، يعني روح وقلب السوليه. لكن عايز اسالك يا كابتن سامي، هذا التغير في شخصيه عمرو السوليه. بص يا كابتن عمرو، من بدايه هو لعيب دولي، جات له هزه كده لما راح الامارات، رجع تاني النادي الاهلي، خد الثقه بتاعت النادي الاهلي، الماتشات مع الشاره دي بتفرق بشكل كبير جدا. نعم. لما تحس ان انت من كبار الفرقه كده، دي تفرق مع اي لعيب. نعم. مع الخبرات، مع الثقه بالنفس، كل ده عمرو السوليه. اللعيبه اللي هي ما بتحبش تتغلب، انت كمدير فني بيبقى لك واحد جوه الملعب كده بتقول ده البديل بتاع جوه الملعب. في لعيبه كده بقى ليها الشخصيه اللي هي بتشيل، ودي شخصيه الفرق الكبيره، هي دي الميزه، ان شخصيه عمرو السوليه فرق بشكل كبير جدا حاليا مع النادي الاهلي، وفرق بشكل كبير جدا مع المنتخب. يعني هما يتحدثون عن التغيير في شخصيه السوليه، هو ما فيش تغيير في شخصيه السوليه، ولكن جاء الظرف الذي يفصح عن شخصيه السوليه. اه وسامي الشيشيني بيقول لك بقى مؤثر جدا مع الاهلي ومع المنتخب. مؤكد مؤكد. وعلى فكره انت من السنه اللي فاتت عمال والناس تتحدث مين اهم لاعب في الدوري المصري، كان هو الاسم ده مطروح في وسط الاطروحات. يعني السنه دي مطروح، اذا في ثبات في المستوى وفي تطور. السنه دي مطروح مش اسكندريه؟ ماشي يا عم تمام. طيب مش السوليه لوحده، اذا كان كابتن فاروق جعفر والكابتن سامي الشيشين وكابتن وليد صلاح الدين شايفين عمرو السوليه الى هذا الحد مؤثر مع الاهلي ومع المنتخب ولا يمكن الاستغناء عنه، في التاكيد على قوه الصدام اللي حاصل في المواعيد، فكابتن فاروق جعفر ايضا اضاف لاعب مهم جدا من لعيبه الاهلي مؤثر مع المنتخب. نشوفه. شهاده مني انا يعني كلاعب كوره كمدرب، ايمن اشرف هو اللعيب رقم واحد في الفرقه، اشتغل في نص الملعب كما يعني مش عايز اقول بقى يعني بيلعب كوره سهله، عنده متمكن، عنده السرعه، بيضغط على المدافع، بيقطع الكوره، عنده خبرات دفاعيه دي اداؤه، وبيلعب في حته مش عامله له مشكله، هي حسب رجله. يعني ناحيه الشمال فمريحه
عائل وبيضغط في الناحيه الدفاعيه كويس. تمام. بيقدر يحط الكره للملعب اللي هو ايمن اشرف. يعني ده اكتشاف جديد لايمن اشرف يا كابتن فاروق، شايفه كيروش عمله؟ توظيف جديد طبعا. لو اي مدرب عايز عنده مشكله في نص الملعب اول واحد يحلها ايمن اشرف دلوقتي بعد الاداء ده. خبرات عاليه جدا. تمام. خلي بالك انت مكان ايمن موجود في الملعب انت كنت مستحوذ على نص الملعب. مظبوط. خرج ايمن الشوط الاول حصل ارتباك. يعني النادي الاهلي فيه ثلاث جواكر، اكرم، حمدي، ثم ايمن. ايمن الراجل اللي الناس واخداه بهدوء ولكن باحترام شديد جدا، امكاناته الفنيه وسماته الشخصيه خلت مستر كروش يجربه في مركز جديد، مكان المدافع بتاع خط الوسط اللي هو يعرف يستلم كوره ويسلم كوره ويكمل. ها طيب، نتيجة انك بتستخدمه هنا وهنا وهنا وفي النادي الاهلي وهو الضغط، الراجل اصيب هيحرم منه النادي الاهلي في السوبر. اه ماتش السوبر بتاع الرجاء مش مع ايمن اشرف، مفيش ادي التضحيات. هو النادي الاهلي ما يدفعش فاتوره، بيدفع فواتير.